وكذلك من المستهدفين عندكم أستاذة بيان اللي هو الأسر السجناء والمفرج عنهم، هذه يعني طبعا مستهدفين غير مباشرين، ليش استهدفتهم الأسرة؟ لأن الأسرة يعني تقريبا هي المتضررة الأكبر من الوضع الحاصل في ظل غياب عائلهم. الأسرة الآن تكون في وضع متخبط، فنحن بعون الله نكون لها الصدر الحاني بعد غياب السجين لها في تقديم لها الخدمات، تقديم لها العون في تسهيل الحياة لديها لأسرتها، في دعم الإيجار، دعم التوظيف وجميع الخدمات اللي بتخليها تقدر إنها تكمل حياتها في ظل سجن عائلها، زوجها كان أو ابنها. ومن ضمن الأشياء اللي شاهدناها في المقطع قبل قليل الحملات التوعوية، مثل إيش الحملات طبعا التوعوية؟ الحملات التوعوية طبعا نقيمها بالشراكة مع وزارة الصحة، مثلا جامعة الملك عبد العزيز. حملات توعوية يعني احنا غالبا يعني بنشارك بالأيام العالمية مثل توعيات حملات اليوم العالمي للسكري. يوم الأحد حيكون في عندنا الحملة القضاء على العنف ضد المرأة، حيكون في تعاون معنا مع وزارة الصحة قسم الطب النفسي، في حيكون توعية للأسر، في حيكون إرشاد للمقدمي الخدمة لدينا كيف يتعاملون مع هذه الفئات.